ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه اسمها رولي ليجز. هي لعبه صعبه قوي، ويلا بينا نبدا. يلا اطلع. ايوه لعبه، هي اللعبه بتهنك شويه. ايه ده، دول اسرع مني. يلا سرعة سرعة سرعة. سرعة، احنا ابطال. لا لا لا، تعال عالمية. لا لا، جبتين. 5 جنيه بس، وزيادة ب40 جنيه. الدور اللي بعدي. ايه ده ايه ده، يلا انا هشوف. لا مش فلوس. ماشي. ايوه احنا الابطال. لا انا بكره داوي دي، بتبطئني. اوعى اوعى تجي على الميه. اوكي لمسها. تعالى تعالى. ايوه الحمد لله ما جتتش على 50. اف بقى البتاع ده. ايه ده بقى، ده ماله بطيء كده ليه؟ لا مش هبص، مش هسمح لحد يسبقني. ايوه ال200 حظي. ايه ده، مش كان حقهم يدونا 40 جنيه. بكره السلالم دي بتبطئني. لا لا لا، امشي امشي. مشي. ده دور 3 وادي 4. ريت تيجي على 200. مكنتش على 200. يلا بقى. يا اجري بسرعة.
شكله لو وقع في المية هخسر. لا ما تقليش. لا بقى امشي اقرا قصدي اقصى اقوى. مش مشكلة حتى لو ما جت السرعة كده كده هنكسب. مية كان ناقص يعني ده ما بين المية والميتين معرفش ايه ده بقى. بصوا يا شباب هقف لحد هنا. عجبكم الفيديو متنسوش تضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد مني. سلام.